وهذه التوضيحات شكرا جدا لحضرتك. يعني كابتن شطة قال كلام وقال كمان بين السطور كمان كلام اكيد حضراتكم فاهمينه، شاف ان هي ضربة جزاء وشاف ان هو هدف صحيح وشاف ان المفروض ما كانش يعين هذا الحكم طالما اخطأ، والموضوع لسه يعني ما بردش من سنة فاتت وفي بطولة افريقية وامام فريق النجم ايضا، لكن كمان قال ان لازم النادي الاهلي مش يشتكي الحكم، يقول يا جماعه لو سمحتوا الحكم ده حكم لنا قبل كده بس احنا نعرف منين ان هو معين، يعني واحنا ممكن نشتكي بقى ان احنا مش عايزين الحكم ده يحكم لنا بعد كده. طيب معايا نجم مصر ونجم الاهلي السابق ايضا الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد، اهلا بيك يا كابتن. امين ازيك اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني امين. ربنا يخليك يا كابتن منور الدنيا كلها. تمام يا حبيبي انت اللي منور. يعني برضو كابتن اكيد اخد رايك في الاهلي والترجي والموضوع اللي شاغل كل الراي الاهلاوي او الشارع الاهلاوي، مباراه امس. اولا انت لازم تاخدها من كذا شق. اتفضل. هتاخدها من نبتدي من اول 10 ايام. اتفضل. النادي الاهلي مر باسبوع سيء فنيا، خساره الزمالك وبعد كده الخروج من الكاس، وده الاهم اللي انا بشوفه، ان انت خسرت بطوله. ماتش الزمالك كان بطولة خاصة ونحب نكسب الزمالك، لكن في النهاية كانت مباراة انت حاسب بيها. تمام. طب كابتن ده استاذنك طالما حضرتك يعني قسمت الموضوع كده لكذا جزء، استاذنك اناقش حضرتك جزء بجزء. يعني هل شايف طبعا. الظاهره بتاعت الاهلي ان هو خسر مباراه الزمالك، خسر طلع من كاس مصر، شايفها ظاهره سلبيه ولا ظاهره صحيه بحيث ان الاهلي كان بيكسب على طول وما فيش فريق بيكسب على طول، ما فيش فريق بيخسر على طول؟ قول لي برضو تبريرك لهذه الظاهره. عايز اقول لك حاجه. اتفضل. الظواهر السلبيه هتظل سلبيه. تمام. والايجابيه هتظل ايجابيه. تمام. لكن إيجابية ما تخدعكش وتبتدي تبني عليها، حلو. سلبية تخوفك تخليك تعمل غلط لا، أو تقول لك خد بالك احنا عندنا غلط في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، عايزين نرجع للإيجابيات بسرعة بسرعة. تمام. لأن أنت فريق كبير يا ريس، فالسلبيات لما بتحصل وقعها على جمهورك غير وقع أي فرقة تانية خالص. تمام. ده تفسير السلبية. السلبية طبعا سلبية. تمام. لأن أنت فرقة كبيرة وأي حاجة صغيرة وقعها في الوقت ده قاسي طبعا. تمام. مع الفرق الكبيره ده بيحصل. النادي الاهلي طول الوقت في الاوقات اللي اتعرض فيها لحاجات سلبيه ما طولش ورجع بايجابيات كتيره. تمام. فده الواقع اللي عندنا. تمام. فجت بعد الاسبوع ده طبعا مباراه مهمه. مباراه بدايه بطوله افريقيا المجموعات، ده البدايه. تمام. فانت المفروض في الطبيعي المجموعات بتلم بتشتغل على جمع النقاط. تمام. النقاط لو بتشتغل ومع انت بقى الاسبوع اللي قبل كده ده هتلاقي ان الامور عاديه، انك طبيعي انك ممكن تتعادل، ممكن يبقى الاداء طالع ونازل في مباراه الترجي في مصر، وطبيعي انك تتعادل وبعد كده تشتغل في المجموعات وتلم النقط. وخد بالك انا لما بقول لك طبيعي انا ما بقلفش. لا 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 قبل كده بالظبط حصل كتير بالزبط. واحنا الترجي بالذات على طول الوقت بنتعادل معاه هنا ونكسبه هنا، بالظبط معاه هنا ونكسبه هنا بالظبط. لكن هي ليه بقت مش طبيعي؟ بقت مش طبيعيه علشان قبل كده، علشان الاسبوع السيء اللي احنا بنلعب بالظبط، عشان اللي قبل كده الحاجات الوحشه اللي احنا فيها. عشان الحاجات الوحشه اللي احنا بنلعب فيها، انت واخد بالك ان هي ايه؟ ان احنا اتغلبنا الزمالك، ان احنا طلعنا من الكاس، ففي اسبوع سلبي جدا عليك. فبقى التعادل بقى يعتبر بالنسبه للناس استمرار لحاله السلبيه اللي احنا موجودين فيها، لكن هو انا بشوفه ان هو طبيعي في بدايه البتاع. نظرا لو هنناقش بقى الظروف اللي فيها النادي الاهلي وكميه الغيابات بتاعت اللعيبه الاساسيه، لا النادي الاهلي تحديدا الشوط الثاني عامل مباراه رائعه، مباراه رائعه. لكن يا عبد الحميد وانت لعيب كوره، لما بتكلم لعيب كوره لازم تخاطب الناس لازم تفهم اللي لسه فيها لعيبه كوره ولعيبه كوره كتير، لكن مهما كان الغيابات والاسماء اللي غايبه اكيد يا كابتن مؤثره في الفرقه بقى لها سنه ونص بشكل معين وجميل كان وتحقيق نتائج. تخيل المجموعه دي كلها بتزيد، ما حدش يقول لي اصل حسام ما جهزش البديل. عمر ما كان البديل في اي فرقه كبيره في العالم زي اللي كان بيلعب. اكيد. عمره بيسد مكان وبيبقى المفروض انه يبقى كويس كل حاجه، لكن عمره ما يبقى فيه تشاور في الاداء ولا عمره.
والا ما كانش بقى هو البديل. اكيد صعب جدا، اكيد صعب. فالمناقشه لازم الناس تعرف ان حسام محتاج وقت عشان يعوض عبد الله ويعوض ازارو المصاب ويعوض اجاي. كل دول كانوا مرتبطين ببعض لعبا يا عبد الحميد. اكيد المشكله ان انا وانت كاهلاوي واهلاويه او مسؤول في الاهلي لما بتيجي تتكلم في مشكله الاهلي فنيا مرتبطه بعبد الله السعيد قولا واحدا ومحدش يقدر ينكره. بيعتبروا ان لا عبد الله ده خاين، عبد الله خاين ولا مش خاين، عبد الله مشي ومش هيرجع ومش هيجي تاني النادي، استحاله يجي تاني النادي. لكن احنا بنتكلم عن المشكله الفنيه اللي عندنا. لازم نعرف ده. حسام بقاله من ساعه ما عبد الله مشي يدور على شكل يظبط شكل الهجوم، جرب حوالي ثلاث او اربع لعيبه في المكان. حاول يغير الطريقه ل 4-3-3. الى الان المردود ما زال ضعيف، المردود الجمالي بتاع النادي الاهلي ما زال ضعيف. ما احنا لازم نواجه نفسنا بالمشكله عشان تتحل، وهي هتتحل. طب كابتن حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا انا بحب اتكلم فيها صراحه، لما يعني اكون مع نجم كبير زيك برضو بتتكلم بمنتهى التفصيل ومنتهى الاقناع كمان. الجمهور يقول لك احنا كسبنا من غير عبد الله السعيد حوالي 8 مباريات. 8 مباريات مؤثره جدا في الدوري العام. حلو قوي، حلو. بس غير مقنعين ليا وليك وللجمهور نفسه. جمهور بيعني انا مش انا عبد الله اعتبروه بالماضي. انا بتكلم ان المشكله دي هتاخد وقت لما ترجع الفنيات بشكل كبير جدا، لان الفرقه اشتغلت شغل مع بعض وحافظت مع بعض. وبقى جاي مرتبط جدا بعبد الله. انا معاك. انا معاك. بقى ازارو مرتبط جدا بعبد الله. انا معاك. يقول لك لا احنا مستفيدين سرعه ازارو، سرعته واللي بيجريه هو مع التحرك. التجانس، التجانس والانسجام والتفاهم. بالظبط، كل ده محتاج وقت. واحمد حمدي كويس. قلنا احمد حمدي كويس. وناصر ماهر جاي كويس. صالح كويس. بس هي مدى تاثيرك، وخد بالك يا عبد الحميد. لجمهور النادي الاهلي، تاثير اللعيب في النادي الاهلي ما ينفعش ماتش ماتشين وثلاثة. تاثير اللعيب بيعلم عند جمهورنا لما تدخل على البطولة يا ريس وتعلم. عبد الله بقى له 7 سنين. حسينا بيه اخر 3 سنين. بالظبط. فهو تاثير اللعيب الكبير، اوعى تتكله على ماتش وتقول له لا لا وكذا. عشان كده مش عايز حكم على اللعيبه اللي لعبت الفتره اللي فاتت اللي هي جديده، لانه هي لعبت ظروف ومقارنات وفي وقف بشكل غير مريح ان هم يطلعوا كل اللي عندهم في ضغوط صعبه عليهم. لكن انا بشوف ان الاهلي الشوط الثاني روحهم عاليه جدا. أدوا بشكل كبير، استحوذوا، تملكوا. لكن في النهاية وهقولها وعبد الحميد هيعرفها تشرحها للناس، في فروق فردية ما بين سين وصاد. سين وصاد. أكيد. هو ده بس. والله يا كابتن تلخص مواضيع كتير جدا، أنا كنت هسألك في حاجات كتير جدا حضرتك لخصتها. واجه نفسنا يا عبد الحميد. علشان إحنا أنا عارف حسام حلو، وأنا عاذر حسام جدا طبعا. ولازم موضوع الاعارات دلوقتي حسينا انه في 6 لعيبه. الاول كنا بنهيص الموضوع انك تطلع 6 لعيبه مره واحده. رجعنا حسينا ان احنا لا كنا متسرعين. لازم الامور تبقى فيها قاعده، ولازم نغطي الديفوهات اللي عندنا بشكل سريع، لان احنا بطاء جدا في ان احنا نجيب سيرت باك او نجيب سيرت باكين. بطاء في اتخاذ القرار في ده. احنا بطاء. انا بقول الحقيقه، انا عارف ان انا بقولها في قناه الاهلي. لا لا لا، ده حلو جدا، مفيش اي مشكله خالص يا كابتن. انا حابب الفرقه تبقى كويسه. انا بقول احنا بطاء، وموضوع ان احنا بقى الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه وماسكين فيه عبد الحميد بتاع السقف والريت والفئه والبتاع، بعتقد ان ده اتكسر وكسرته وبوظت له بوظت لنا حاجات لسه مش عارفين نفوق منها لحد دلوقتي. فانا بعتقد ان 6 احتياجاتك الفنيه من فضلكم بسرعه، علشان لما بيبقى انت سادد كل الاحتياجات الفنيه ما تقدر تحاسب المدير الفني. ابرز الاحتياجات الفنيه يا كابتن ضياء؟ سردباكين طبعا. سردباكين وباك ليفت طبعا. مواصفاتهم ايه؟ سردباكين وباك ليفت النادي، مواصفات النادي الاهلي. انت واخد بالك؟ مواصفات النادي الاهلي يا عبد الحميد. مواصفات الضغط، مواصفات اللعيب
اللي هيلعب بطولات، الناس شبعت من البطولات المحليه، خدناها وزهقنا منها. احنا عايزين بطوله افريقيا بشكل كبير، فانت لازم يبقى لاعب مميز. لازم لحد الشهر جاي اعرف مين قاعد معايا من الاجانب ومين مش قاعد، اخد قرارات بسرعه. المشكله انك انت الحلول الفنيه لما بتيجي تحلها بانتدابات لازم تكون سريعه. كويسه وسريعه. مش مجرد ان انا اروح في يناير، انا جبت ناس ما اعرفهاش من الدرجه الثانيه ومن الدرجه الاولى لمجرد ان انا عايز اجيب انتدابات في يناير. النادي الكبير ما يعملش كده. يعني النادي الكبير لا، انت اختياراتك وانتداباتك لازم تبقى كلها لبطوله كبيره. على قدرك. يعني تبقى على قدرك يعني. انت طب هي الانتدابات يا كابتن ضياء بيجيبها النادي ولا بناء على اختيارات المدير الفني؟ طبعا انت دلوقتي عندك مدير رياضي وعندك لجنه فنيه اختارت علاء منزوله، وعندك مدير فني هو الكلمه الاخيره. هي بره بتبقى عامله ازاي؟ مدير رياضي مع فريق سكاوتنج مع المدير الفني. انت فاهم؟ اعتبر علاء ما يهم فرقته دول فريق سكاوتنج. بيشتغلوا على اللعيب فتره ويقدموا تقريرهم ويقعدوا مع المدير الفني. صاحب الراي الاول والاخير هو المدير الفني. طبعا تمام. طبعا تمام. وبعدين بيقنع مالك النادي اللي هم هيدفعوا الفلوس. بيبقى فيها شد وجذب برضه، لكن في النهايه احنا عندنا المفروض الموضوع اسهل شويه. بصراحه انا بقول لك على القصه اللي المفروض النادي الاهلي باسمه يبقى فيها. بصراحه يا كابتن ضياء يعني حضرتك يعني بشكرك جدا على الكلام ده بصراحه، وكلام فعلا من القلب. و